تعالوا نستمتع. والله نستمتع بحتة زبدة. حسنين بيه للأسف انتهى البند، والغالي ياسر بيه عبد الله للأسف انتهى البند. اسمحوا لي أطفي الإضاءة العالية ونبقى على إضاءة خفيفة كده، خافتة، عشان نتفرج على قطعة عمرها مش أقل من 10 مليون سنة. القطعة اللي في إيدينا العمر بتاعها مش أقل من 10 مليون سنة. درجة الكهرمان لما يوصل للدرجة البيضة دي مش أقل من 10 مليون سنة. طبعا في كهرمان بيعدي 10 مليون سنة. القطعة اللي معانا غاية في الجمال ما شاء الله، وعقد ليدي غاية في التميز بقطعة من الكهرمان الطبيعي زي ما انتوا شايفين بحجم جميل، وزي ما احنا بنسمي القشطة والعسل او قطعة من الكهرمان الابيض القديم. طبعا عقد غاية في التميز وبند من البنود المميزة جدا اللي معانا. خلونا نشوف وزنه العقد اللي احنا هنشوفه، ونجيب الرقبية. ادونا رقبية يا شباب. للأسف الإخوة اللي بيحجزوا انتهى البند وكان متوفر 3 قطع بس، هيعرض كوك مرة أخرى ولكن بأحجام تانية. قطعة 19 جرام 65 من الكهرمان الطبيعي، حاجة من الحاجات المميزة وعمر كبير جدا وقطعة غاية في الجمال. مرة تانية 19 جرام 65 من الكهرمان، ما شاء الله، الله أكبر، غاية في الجمال. وخلونا نشوفه في التلبيس ونشوف مع بعض اهو. طبعا حجمه حلو جدا وطويل مش قصير، وقطعة من القطع المميزة. ان شاء الله جنيه واحد وبدون رجوع. وقلت لكم اللي مش هياخد كهرمان النهاردة يعني ايه ما يسألنيش على الكهرمان تاني، جاني واحد على البند والبند بدون رجوع، حتة من الحتة المتحفية اللي معايا في مزاد اليوم. وبدأ مزادي وفتح الغالي احمد بيه مجدي 500، عمر بيعزم منور المزاد واحمد بيه مجدي 500 في قطعه من الكهرمان المميزه، 500 700 اعلى مزايده عند الوشاحي قبل جنابك مستر محمد رضا، 750 دلوقتي عند طارق بدرويش، 1000 عند المصطفى، 1000 جنيه، 1000 لونه، 1000 لدوي، 1000 لونه، 1000 لدوي، 1000 اعلى مزايده عندي حتى الان 1000 جنيه. وصلتنا بيانات مستر محمد رفاعي، اهلا وسهلا بيك، تقدر تشارك معنا على اي بند تفضله، وقطعة من القطع الجميلة وبند من البنود المميزة حاليا معنا من الكهرمان، وأعلى مزايدة عندي حتى الآن 1000 جنيه، 1000 لونة، 1000 لدوية، 1000 عند المصطفى، وبعده 1100 دلوقتي عند طارق بيه درويش، 1000 مستر جمال. نشأت للأسف لو حضرتك ما سجلتش معانا وهتتعرض للبلوك، احنا تقدر تتفرج علينا براحتك خالص، ولكن المشاركات للإخوة المسجلين بالضغط على اللينك أسفل الشاشة. أعلى مزايدة صحيحة 1300 عند عصام بي قبل جنابك معتز بي الوشاحي، عندي 1300 عند عصام بي البشبيشي، 1300 مزايدة صحيحة بعد ال 1200 من، أنا آسف، 1200 عند عصام بي و 1300 عند جنابك، 1300 مزايدة صحيحة. احنا قلنا 19 جرام 65 من الكهرمان، نتفرج عليه مره تانية ونودعه ونقول له مبارك على صاحبك الجديد. ان شاء الله قطعه مليانه بالخير والبركه وحاجه جميله ما شاء الله، الله اكبر، من الكهرمان. وحته الكهرمان فيها غايه في الجمال وعمر كبير جدا، الدرجه البيضه دي يا جماعه مش اقل زي ما قلت لكم من 10 مليون سنه. اعلى مزايده هتوحشونا والله ما شاء الله، في ناس كتيره هتوحشنا. وأعلى مزايدة 1700 1800، وقتي أوشك على الانتهاء. عندي يحيى بيه عزيزة أعلى مزايد أقل من 100 جنيه للجرام، وقطعة من القطع المميزة. وعنده دروة، ننزل الكومنت في قطعة غاية في التميز والجمال وبند ما شاء الله، الله أكبر، وما شاء الله يعني حتة الكهرمان بتتكلم. مبروك لصاحب أعلى مزايدة. شايف أعلى مزايدة عندي حتى الآن طارق بيه درويش، ولا عصام بيه البشبيشي بعد طارق بيه درويش، مظبوط. خلونا نراجع، 1700 1800 1900 2000 جنيه عند عصام بيه البشبيشي، مبارك على جنابك، حتة ما شاء الله يا مستر عصام وجميلة، الله أكبر وربنا يبارك. بند من البنود المميزة وقطعة من القطع الجميلة
ومبارك عليك حاجة من الحاجات المميزة اللي معانا فيه.